ساعة نرحب معنا الدكتورة درساف متحني الوحشي، تنقول لكم شكون ساعة. ما عرفش كان اللقب يحيلكم بحاجة. مرحبا بك دكتورة. الهاشمي الوحشي. شكون؟ الهاشمي الوحشي. الهاشمي الوحشي، ياك تبارك الله. مرحبا بك دكتورة. مرحبا رازي، مرحبا بالضيوف نتاعك وبجميع مشاهدي القناة الوطنية. شنو أحوالك يا دكتورة؟ ساعة قالوا لي أنت بيدك كوفيد، إذا اللي كنت كوفيد. جوستومون أنا مكسورة هوني، جو سوي كونفيني. مازلت معناها مازلت عندك كوفيد. إي. هاي بي معناها تحكي على حاجة اللي أنت عشتها اللي جربتها. عشرة مرات. ولباس لباس دكتورة توا؟ لباس لباس. الحمد لله. ما فماش حد. ما فماش أعراض، ما ثم حد شيء معناها. ما تعرفوا الأوميكرون هذايا. اللي هو سريع الانتشار وكل شيء، أما العوارض نتاعو ماهيش كبيرة برشا. والحمد لله. وش نحويل زوجك الدكتور الهاشمي الوحشي اللاعب السابق لل اللاعب الدولي سابق ولاعب النجم الرياضي ساحلي، شنو اموره؟ لاباس. توحشني برشا. اي ما يظهرش. اي ما يظهرش بالكل، كان نهاية اخويا حاب يظهر مرحبا به. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، سلمنا عليه برشا دكتوره، سلمنا عليه برشا. من من, من من احسن اللاعبين طبعا اللي انجبتهم من كره القدم التونسيه. خلقا واخلاقا وكل شيء، ربي فضله وربي يخليه لك. دكتورة اليوم نقرا الجمعية التونسية لأمراض القلب، كانت واضحة في الحقيقة في مسألة عودة الرياضيين للتدريب بعد إصابتهم في فيروس كورونا، معناها هبطوا بليغ وهبطوا توضيحات. أهم جاء لخص متباعة مش نقرا الكل، يقول لك إذا كان الرياضي أصيب بالكوفيد من غير حتى أعراض ظاهرة يرجع للتدريب بعد أسبوعين. معناها هما يقولوا هكا، معناها يعطيوا في الراي نتاعهم. واذا كان الاعراض فيها اضطراب في دقات القلب، يقول لك المنع من تعاطي نشاط رياضي بين 3 و6 اشهر. اذا كان من بين الاعراض انه ثم تذبذب واضطراب في دقات القلب، ويقول لك اذا كان اصيب بالكوفيد وعنده اعراض، الاعراض موجوده لكن ما ثماش اعراض خاصه بالدقات القلب، فانه يعود النشاط الرياضي بعد 2 اسابيع والا 4 على اقصى تقدير. ما نعرفش انت شنو رايك دكتوره في الكلام هذا؟ اي هذا هو اتفاق تحط في ما بين اطباء القلب المختصين في الرياضه والاطباء الرياضه، هما اعتمدوا حاجات اللي صارت في العالم، معناها بحوث صارت في العالم. والحقيقه البحث هذا صار عند الدكتور عبد الله المحضاوي اللي هو لو سبيسياليست دو لا كارديولوجي دو سبور بار اكسيلانس، اللي هو في فرحات حشيد بسوسه. معناها اللي اعتمدوا على كيما قلت لك شنو صار في العالم، خاطر ما فماش حاجات بريسيز. تعرف الكوفيد حاجه جديده علينا، وحسب ما صار ما شفناه احنا على الملاعب. معناها لاحظوا اللي هو الحقيقه في تونس ما صارتناش عبد شكون عمل مضاعفات كبيره بعد الكوفيد منعته بشكل ولا حاجه. هذا الكل لحمايه، معناها كما قالوا، معناها مش كما واحد عمل كورونا من غير عوارض، كما واحد عمل بعوارض والعوارض تختلف. فما شكون عمل عوارض خفيفه، فما شكون عمل عوارض خطيره. دونك ومش نحكموا كيكا، معناها فما فحوصات تصير وتحاليل وكل شيء باش نجم تحكم هو شنو الكل. هو هذا الكل باش اونيفيت لي كومبليكاسيون كاردياك اللي هي تنجم تكون تصير، اللي هي لا ميوكارديت اللي هي التهاب في العضله نتاع القلب، تنجم تصير بعد اي انفكسيون فيرال، راهو مش بروبر للكوفيد. فهمتك. معناها دكتوره احنا نحكيو اكثر على توا لاعبين المنتخب الوطني التونسي اللي معناها كان تحليل نتاعهم ايجابي اليوم، 6 لاعبين. لاعب يبدا في دوره، يشارك في دوره، معناها ماك تعرف النهار بحسابه. مثلا اللاعبين اللي اليوم معناها تحليل نتاعهم كان ايجابي واغلبهم ما عندهم حتى عارض، معناها حتى كنت نحكي شويه مع قيس الرقازي يقول لي ما عندهم حتى شيء تقريبا، ثم حتى اللي ما في بالوش بروحه عنده كوفيد جمله، معناها ثم زوز ملاعبيه جايهم شويه حشيك ردين وكرشهم تجري شويه نهارين وتو ما عادش عندهم حتى شيء، والاربعه الاخرين ما عندهم حتى عارض، معناها مش فايقين برويحهم جمله اللي هما عندهم كوفيد. يعني وقتاش ينجموا يرجعوا يترينيو حسب رايك انت؟
مظلومة. إيش نقول لك، في ظروف كما هكا حتى عوارض والطب نتاعهم غادي بيان سور، هما محيطين عندنا تبارك الله الستاف ميديكال نتاعنا غادي حطتهم تحت المراقبة ويعرف معناها لي كونسيكونس، معناها هما باش يراقبهم باش يشوف عندهم مشاكل صحية بعد الكوفيد ولا. بالنسبة للأوميكرون توا المدة نتاعو أقصر من الدلتا، معناها تنجم في 5 أيام تعاود أنت تعمل له تحليل آخر يطلع نيجاتيف راه. فهمت. 3 أيام بعد 3 أيام. بعد 3 5 أيام معناها تنجم يطلع، معناها ينجم يولي يغوبرون لاكتيفيتي نتاعو بعد 5 أيام. فهمت. فهمت. حتى البيريود ديزولمون نقصت من 10 ايام الجمعه وتو تعمل في 5 يوم تحليل ويطلع لك نيجاتيف ترجع للنشاط نتاعك، مش لازم حتى تكمل 7 ايام. ممتاز، هذا خير، معني مش كيما الدلتا ولا حاجه تقعد 10 ايام على الاقل. قلت لكم الاوميكرون هذايا الخاصيه نتاعو انه سريع الانتشار ولكن اخف برشا من لي فاريون اللي جاوا قبل. فهمت. حتى البيريود انكوباسيون نتاعو، معناها انت الانكوباسيون اش معناها؟ من نهار اللي تاخذ الفيروس يدخل لبدنك لين يظهروا عليك عوارض اقل برشا. كنا في 5 ايام توا ولينا في 3 ايام. معناها تنجم بعد 3 ايام انت تظهر لك عوارض خفيفه، ان بوتي سندوم غريبال ولا كوباتور ولا حاجه، معناها الكل محصور يقعد في السفير وغير الفوق، لاحظوا عليه انه هو ما يهبطش للرواري. واضح. دكتوره شنو تنصح الرياضيين بصفه عامه، معناها اللي معناها يكون تحليله ايجابي معناها يمرض بالكوفيد قبل ما يرجع النشاط الرياضي، شنو تنصحه يعمل؟ شنو يعمل بالضبط؟ ساعه يحمي الناس اللي دايره بيه. ديجا معناها ما اذا عرف روحه معناها يلزمه يبعد. ثانيا الكوفيد كما قلت لك اي مرض سا ديبون انت تكون طبيب روحك، معناها تعرف تشوف شنو العوارض اللي باش يجيوك. ايوا كان حسيتها حاجه خفيفه وما تقلقتش فبها، اما كان باش تحس مثلا عندك حاجات زايده على العاده، لهثه زايده، تعب زايد، وجيعه في الصدر، واحد وقتها ما تدخلش وتمشي تشوف الطبيب، معناها خاطر تنجم تكون انت عملت اون كومبليكاسيون ماكش فايق بها، لا يقدر كان باش ترجع هكاك سور تيغان ولا حاجه تنجم تعمل لك مشكله وتنجم تولي فيت كي الطبيب اللي باش يوجهك باش يعمل لك تحليل باش يعمل لك او سي جي باش يعمل لك حاجه، نجمو اون ايفيت بوكو دو كومبليكاسيون ولا يقدر حاجات خايبين تو سامبلومون. يعطيك صحة دكتورة، شكرا ليك، كنت معنا في ربط مباشر، خذينا من عندك بعض المعلومات الهامة خاصة في وقتاش ينجم يرجع الرياضي، وإحنا بالطبيعة نحكيه على ملاعبيتنا اللي متواجدين حاليا في دورة الكان في الكامرون. إذا الدكتورة درساف متحني الوحشي اللي كانت معنا في ربط مباشر تقول لك أنه الفاريون هذايا الأوميكرون مش كيما الدلتا، النجم بين 3 و5 أيام نعاودوا نعملوا تحليل، إذا كان يطلع سلبي فإنه ينجم الملاعبي بطبيعة ثم الأطباء المتواجدين غاديك على عين المكان، ينجم الملاعبي يعاود يرجع يترينا من 5 يوم، معناها يعاود يرجع يترينا.